كبرت كلمة، أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مسخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة دليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة، وأنتم فرسان الكلمة. إنني أعول عليكم كثيرا في لجنة المرأة، خاصة بعد إثباتنا للجميع إننا قادرات على أن نقف جنبنا جنب بعض. وكنت أتمنى أن يكون في هذا المجلس 4 أو 5 محاميات، لأني أعاني معاناة شديدة وأقاوم لإثبات أن المرأة قادرة على أن تكون عضو مجلس في وسط 29 عضو نقيب. مسألة مش سهلة. أنا بقول الكلمة ليه؟ لأننا حياتنا كلها كلمات، كل حياتنا كلمات متراصة، كلمات قدام القاضي، كلمات مع الزميلات، كلمات في شغلنا في المكاتب. فيجب أن نحرص على الكلمة، الكلمة مهمة جدا جدا. لازم نحاسب بعض، نحاسب أنفسنا على ما يخرج منا من كلمات، مش هقول من تصرفات. الكلمة قبل التصرف، النظرة قبل التصرف، لأننا مستهدفين. إنما لما نيجي نقول النهاردة من هدى شعراوي اللي خاضت من 1919، أو لا، هي اللي فتحت الباب، وإحنا كل اللي بعديها كملوا. والفيلم أستاذ عمله سويس، أنا بحيي سويس على الفيلم الوثائقي الرائع الرائع، وعمل في وقت قصير، إنما لخص فيه دور المحاميات على مستوى 100 عام خلال قرن. هذا الفيلم يجب أن يكون أمام أعيننا جميعا. كانت هناك من كافحنا للحصول على المناصب، ما نقدرش ننسى أول وزيرة كانت امرأة وكانت حقوقية، أمال عثمان اللي فضلت في الكرسي ودكتورة وزيرة. هدى شعراوي على فكرة تدرس، لأنها في ظل الحجاب قدرت تعمل الاتحاد الدولي للمرأة، وأشهر في ألمانيا، وكانت هي أول رئيسة اتحاد دولي للمرأة في ظل قسوة مجتمع نقول عليه ذكوري. عشان كده النهاردة ما نقدرش نقول مجتمع ذكوري، بعد 100 سنة ما أقدرش أقول لا، أنا بكمل الطريق وبفتح بقية الأبواب وبثبت المقاعد. أنا عندي كام وزيرة النهاردة؟ 9. كان زمان عندي وزيرة، وزيرة شؤون، وكفاية عليها كده. النهاردة وزيرتنا بتتحكم في اقتصاد الدولة، وزيرتنا بتتحكم في العلاقات الخارجية، وزيرتنا بتتحكم في الاتفاقيات الدولية.
إذن المرأة قادرة. نيجي للنقابة، أقول اتنين قبلي، أستاذة تاني جبالي، أستاذة بشرى عصفور، جم على القوائم فيها رضا، رضا إنهم عايزين يحطوهم. وبعد كده 32 سنة، لغاية من خلال 32 سنة لم أتوقف عام عن اشتراكي في الانتخابات، ولكن المرة دي والمقربين مني كانوا يعلموا، كل من يتحدث مني المرة دي أنا هعمل مستحيل عشان أنجح، بس مش أنا اللي نجحت، أنتوا كلكم اللي نجحتوا، أنتوا كلكم اللي نجحتوا، أنتوا كلكم اللي وقفتوا، أنتوا كلكم اللي كافحتوا، مش أنا لوحدي. أنا بذلت مجهود، بس إيمانكم بوجودي وجود زميلات أخريات لم يوفقهن الحظ هو السبب. يعني نقدر في الفرعيات نجيب نتائج مبشرة بالخير. أنا على الأقل عايزة في الفرعيات اتنين في كل مجلس هيعملوا المستحيل، تلاتة بس، حتى واحدة هتتعذب زي، فأنا مش عايزاها تتعذب زي. يعني أنا عايزة اتنين عشان نخف وطأة الصراع. بصراحة أنا الملف اللي معاكو أنا كاتبة فيه المشكلات اللي يدوبك بإيجاز، يعني مش مجرد ملف كده، هو يعتبر البرنامج بتاعنا واللي ممكن نضيف عليه مناقشة المشاكل اللي تعرض لها المحامية خلال الأربع سنوات الماضية. أقصى أربع سنوات تعرضت فيها المحاميات لأقصى عنف. يعني أنا محامية بقالي 40 سنة، أقصى عنف شفته في المجلس اللي فات الأربع سنين، مش مسألة مجلس، لا، لأنهم اتضربوا في الأقسام، اتضربوا في المحاكم، اتضربوا في الشوارع، اتضربوا موكلين، اتضربوا محامين في المكاتب. وفي كل مرة يحصل تغطية على الموضوع حقيقي، واللي تفتح بقها لازم تبقى سيئة السمعة، وهي الغلطان، وهي اللي يحطوا ويشيلوا عليها. شيء كان فظيع. أنا مرة في جنوب في شمال القاهرة، كنا الثلاثة الصبح، زميلة كان معتدى عليها بالضرب، مأساة. وثلاثة الصبح المجلس قعد وقالوا لها خلاص هنجيب لك حقك، وانا نزلت قلت لها حرام عليكي، بتنازلك انت ظلمتينا كلنا. كانوا بيضطروا لانها بتبقى لوحدها تضعف، ويصوروا فيديو ان هي الغلطانه وهي كل جسمها ازرق من الضرب. محاميه حلوان جت لنا، كانت منظر بشع. محامية الدقي اللي اتسحلت في مكتب محامي سحل، وكل العمارة اتلمت عشان ينقذوها من ده. برضو تم التغطية على الموضوع وحفظ الشكوى، والضرب ده كله ملوش أي قيمة. عشان كده كنت مصرة أنا في الفترة اللي فاتت، قدرت أقف جنب زمايلي على قد ما أقدر، بس أنا عندي مشكلة، أنا لما بشتغل ما بعلنش. أنا بعتبر اللي بعمله واجب حقيقي لازم أقوم بيه، فما ينفعش إن أنا أعلن. هل نقول إيه؟ يعني في كلام ما يتقالش، يعني ممكن تشتغل بس ما تقولش، بس اشتغل. فأنا شايفة إن يعني حتما علينا أن نتوحد للدفاع عن أنفسنا، وللدفاع عن كرامتنا، وللدفاع عن تواجدنا، خاصة وإن كتير مننا بيشتغلوا في مكاتب، يعني شخصيات كبيرة يشغلوا محامية والآخر ما يدوهاش مرتبة. وتدخل ليه وليه؟ ولولا الإحراج ما تاخدش حقها. غير أنا عندي مشاكل تانية، مشاكل
استعباد المحامية في العمل، استعبدها تصل لدرجة الاستعباد. لو احنا قدرنا نقف مش هيبقى فيه الاستعباد ده. طبعا مش كل الزملاء اللي بيعملوا كده خالص، في ناس راقين جدا، في ناس محترمين جدا، في ناس عفوفين جدا وبيدعموا المرأة، انما في ناس بعض قلة لا. وبالتالي انا بقول لكم انتوا اللي هتقدروا تخرجونا من عنق الزجاجة. انا شايفة معانا الصعيد، المنيا، اسيوط، السويس، اسكندرية، شمال القاهرة، جنوب القاهرة، كل الجيزة، اسكندرية طبعا، قلت اسكندرية والشرقية. يعني انا شايفة في ظل الظروف لا جيتوا، وده نوع من الوعي، نوع من الوعي. انا النهاردة عايزة ندوب الجروبات اللي فيها الشتيمة. انا مش فارق معايا الشتيمة على فكرة، خلاص تحست، ما بقتش انا يوم ما بتشتمش بزعل، بحس ان في حاجة غلط. بقت في حاجة غلط، منظومة مش ماشية، ده انا ما اتشتمتش النهاردة. فانا قصة التنظيم ده لازم نعمله. حاجة تانية، ليه لجنة المرأة؟ ليه؟ ناس سألتني ليه؟ اللجنة دي 1994 أنشئت لذات الأسباب اللي دلوقتي موجودة، بس ما كانتش بالشكل ده. كانت حالات فردية خالص. كانت مثلا كانت بيضايقني جدا وأنا في المحكمة تلاقي زميل واقف وأنت واقفة يقول لي عنك يا أستاذة. عنك ايه؟ وانا فين انا؟ انا بعمل ايه؟ يعني فاهمين؟ كانت دي بتضايقني قوي. فانما دلوقتي هيقول لك روحي بعيد، ما ابعدي. احنا عندنا ازمه قوانين، اكيد ازمه قوانين رهيبه بتعاني منها المراه في القطاع العام والقطاع الخاص. وعندي مشكله المحاميه اللي ما بتاخدش معاش والدها، برغم ان المحامية الزوجة الارملة بتاخد معاش جزء. طب ما انا كده محامية وكده محامية، انا باخد معاش جوزي، انما المحامية ما تاخدش معاش ابوه لانها محامية. دي جريمة، جريمة حقيقي ان الدولة تفرض عليه قانون بالشكل ده. فرضته امتى وليه؟ عشان ما فيش صوت للمحاميات. لو كان لينا صوت ما كانش طبق علينا هذا القانون المجحف. احنا رافعين قضيه من 2017 ولسه شغالين فيها عشان الطعن بعدم دستوريه هذا القانون، الماده دي عدم الدستوريه. لو كان في لوبي للمراه بيتكلم ما كانش يحصل الكلام ده. يعني لما يبقوا فيه خمس اخوات كل مهن مختلفة ومحامية، المحامية ما تاخدش بلا ياخدوا. يعني زي ما بقول ايه، كلهم ولاد حلال ودي نص نص. دي اللي لم يصيبها الدور. محاميات الجزئي لازم ننظر لهم نظرة موضوعية، لأن ما بياخدوش مرتبات. وإذا كان بياخدوا مرتبات، المرتب حتى ما يكفيهمش مواصلات، مش اللي بيدفعوه طول النهار. لازم نبص للجزئيه دي كويس جدا عشان المحاميه تستمر، مش محاميه تشتغل، خصوصا ان كل عبء المكتب بيبقى على المحاميه مش على المحامي. يعني حتى في تمييز بين المحاميه والمحامي داخل المكتب الواحد. عشان كده كنت في فتره من الفترات مع اللجنه كنا بنشغل المحاميات ونعرف هي في مكتب مين، والمكتب ده تروحوا ولا ما تروحوش، عشان المعاملة وعشان المرتب وانها تاخد مرتبها. حاجة مهمة جدا، انا عندي، انا كنت من كتر ما انا مقهورة من مجلس النواب من الدورة اللي فاتت دي، كمية القوانين اللي نزلت
اللي هيقضى بعدم دستوريتها كبير جدا كبير جدا. لما نيجي انا كنت بقول لازم يكون لنقابه المحامين كصرح مشاركه في هذه القوانين. انا عندي 98 محامي جوه المجلس، انما 98 ما عملوش حاجه، كل واحد اشتغل على حسب الحبه اللي هم معايا، انما ما حدش يهتم. يعني قانون الاسره اللي عمالين يغيروا فيه لغايه دلوقتي ما خلصش، لغايه دلوقتي واحنا بنعاني في المحاكم من لازم ننزل القانون عشان احنا مستعجلين، عشان احنا مش فاضيين. دي كارثه. لما اجي النهارده اقول انه ما فيش راي كان يتعين تكون في النقابه دي لجنه تشريعيه، وانا هعمل من خلالنا لجنه تهتم بالتشريعات والحريات الاثنين، وباللجنتين دول هنعمل احسن شغل. مخاطبه المجلس، مخاطبه الرئاسه، مخاطبه الجهات المعنيه، لان انا محتاجه ده حقيقي محتاجاه. لما انا اقول انه في سنه من السنين تبنيت قضيه الطفل اطفال الشوارع، وكان في برنامج حلو قوي للاحداث، ورفعوا السن زي ما انا كنت نفسي يعملوا، و انما ما صلحوش المنظومه. المنظومه كانت جاتوه وصالونات واوتيلات وقرارات، على ارض الواقع مفيش حاجه اتنفذت، مفيش حاجه اتنفذت. على فكره المجالس المتخصصه فقدت دورها الحقيقي داخل المجتمع في السنين الاخيره، فقدت الدور الفعال اللي كانت بتشتغله. عشان كده انا كاتبه تفعيل دور اللجنه داخل المجالس المتخصصه، مجلس قومي للمراه، مجلس قومي لحقوق الانسان، مجلس قومي للامومه والطفوله، مهم جدا. وعلى فكره ما تقدريش تستقلي بنفسك او مجهودك او قوتك، لان انا اشتغلت 40 سنه، في ال 40 سنه عملت فيهم اللي ما فيش 100 راجل يعمله ابدا. عملته الجزء اللي كنت بعمله مع لجنه المراه كان بيجيب نتيجة زي وثيقة الزواج اللي اتلغت، ست مواد منها بسببنا، بسبب لجنة المرأة، ما كملناش، الدولة كانت عايزة تمرر، سافرت بره وقدمت البلوى ولغيت وثيقة الزواج. ده إصرار، ده إصرار عندنا. فأنا اللي احنا هنعمله قادرات، المحاميات قادرات إن أردنا. ده أنا نفسي تؤمنوا بنفسكم. والله بصي، طول ما أنت صح الناس هتلتف، هتحاربك وبعدين تلتف. أكيد. هتبقي قوية طول ما أنت ما بتتنازليش. بالظبط. فأنا شايفة ده الهدية اللي أنا جايبها لكم النهاردة، إن في بروتوكول اتوقع مع الجامعة الأمريكية لصالح المحاميات، في دورات تدريبية في الجامعة الأمريكية، في ماجستير على نفقة الجامعة الأمريكية هيتعمل لصالح المحاميات اللي جايبين جيد، في دورات لتنميه القدرات، ده جزء بتاع الجامعه الامريكيه، قدرات المهنيه، في دورات لتعليم اللغه القانونيه في ابرام العقود، ده كله هيبقى مجانا من الجامعه الامريكيه للمحاميات. الدورات دي هتبقى على مستوى الجمهورية،
بس الجامعة الأمريكية مش هتنتقل، إنما هيبقى في جزء أونلاين، في جزء أونلاين عشان أقدر أوصل لك الخدمة لو أنت في الصعيد، لو أنت في شمال سيناء، في جنوب سيناء، في أي منطقة بعيدة، مش هكلفك إنك تيجي. حتى الماجستير ممكن يبقى أونلاين، فده نوع من التطوير المهني اللي أنا بنشده. حاجة المهمة جدا إن عندي عدة منظمات هتدي دورات مجانا للمحاميات، مجانا، سواء كان تأهيل قانوني، حقوق إنسان، طب شرعي، تثقيف، تحكيم، كله هيبقى على مستوى الجمهورية، مش هيبقى حاجة قاهرة بس. وأنا مؤمنة إن اللجنة ما تبقاش مركزية، تبقى لا مركزية، وده هدفي من سنين وكنا بننفذه. يعني أسيوط ليها كيانها وبتشتغل، اسكندرية كيانها وبتشتغل، القاهرة، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، شمال القاهرة، كلها على مستوى الجمهورية. التوزيع هيتوزع بالتساوي. في كمان دورات تأهيل سياسي للراغبات، يعني للي يحبوا، زي ما في تأهيل سياسي للشباب، في تأهيل سياسي للمرأة. على فكرة لو درسنا تأهيل سياسي هنحترم رفع الأسعار، هنفهم انها سياسة، يعني عارفة هتفهمي الموضوع ماشي ازاي. فعندنا تأهيل في كل حاجة، وأنا مستعدة أتقبل أي أفكار جديدة، أي طلبات جديدة. وبالنسبة للتشكيل، قبل ما أجي لمدونة السلوك، لأن هي دي اللي هتخلينا نختلف، هيبقى في كل نقابة فرعية لجنة مرأة، ولجنة المرأة دي بنشبك مع بعض، طبيعي بنشبك مع بعض، يعني هي مع العامة والفرعية ونساند بعض لو هي محتاجة حاجة، لو أنا محتاجة كمان. وهيكون هناك تمثيل في العامة من الفرعيات، ولن نترك تشكيل لجنة المرأة للمجالس أبدا، لا المجالس الموجودة ولا المجالس اللي جاي. أنا ما بحاربش مجالس يا جماعة، أنا بقول تشكيل لجنة المرأة لوحدة الهدف. أنا كلجنة مرأة عندي أهدافي، عندي احتياجاتي اللي عايزة أدعمها، فلازم ده ينتشر. ما بقولش بعادي مجلس، أنا ما بعديش مجالس ولا أفكار، إنما بقول عندي أهداف من خلال محاميات هتتنفس. أنت قادرة في اسكندرية توصلي لناسك، أنا مش قادرة، كويس؟ كل واحد عارف، وكل واحد مننا يقدر يقول أجندة المشاكل اللي عنده إيه، هتختلف على فكرة من مكان لمكان. وإحنا نقول طبقا للتطور اللي إحنا عايزينه هنعمل إيه. وأنا ضد على فكرة الصرف، أنا ما حاجاتي كلها ما بقاش فيها صرف، يعني كل تدريبات مجانا، حاجات كل حاجة، يعني إيه؟ ما بخضعش لسلطة مجلس يقول ما أنتش عاملة لأن أنت مش هديكي. لا، إحنا متشكرين.